رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة لنقل الطرق للمسافرين بالمغرب. يأتي هذا الإعلان على مسيرة بواسطة الحافلات بعد التوصل بواحد دفتر تحملات من طرف الوزارة الوصية بدون إشراك المهنيين، رغم إرسالنا للمقترحات فهي لم تؤخذ بعين الاعتبار والوزارة اتخذت قرارا أحاديا. هذا دفتر التحملات سوف يلزم المهنيين كثير من التدخلات اللي هي ما دخلتش في المهام ديالو وفي الظاهر 63. لكل هذا أصدرنا هذا البلاغ ديال المسيرة، إلا أننا كنتوصلوا بواحد الرسالة من السيد عامل إقليم الفيدا كيطلب منا الإقلاع نظرا للظروف الآنية والظروف ديال الوباء التي تحط وخصوصا منها قانون الطوارئ الذي يحط على على عدم التجمهر والتظاهر. التزمنا بهذه المسألة وخذينا قرار يوم أمس بالبلاغ رقم 3 كنشيروا فيه بأننا سوف نقوم بمواقف سلمية ونضالية، وذلك بإدخال الحافلات ديالنا داخل المحطة والتعبير للوزارة الوصية عن رفضنا التام لهذا دفتر التحملات. وما كاين بعض الإكراهات، هو أولا داخل دفتر التحملات يشير أنه بمثابة رخصة استثنائية. كيف سوف نشتغل برخصة استثنائية ونحن لدينا الرخص اللي كنقوموا بها بالربط بين المدن؟ ثانيا هناك واحد الريجيست كيشيروا من خلاله الى تدوين رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف ديال الراكب. هذه المسألة ماشي من المهام ديالنا. هذا هو السبب من ضمن الأسباب، لأنه غتطلع واحد السيدة متزوجة والزوج ديالها ما كاينش معاها وأنت غتطاول عليها وغتطلب منها رقم الهاتف رقم البطاقة الوطنية، هذه مسألة مخلة للحياة ومرفوضة بصفة عامة من طرفنا كمهنيين. بالنسبة لهذا المخطط هذا واش ما يكون صعيب على المقال يقدر يمشي لحد الصعيد؟ أكيد أكيد. راه شوف، راه كاين دواوين اختصاص، هناك سلطات محلية داخلة على الخط، هي اللي خصها تقوم بهذه العملية عند الشبابيك، هي تقوم، هي مؤهلة، نحن غير مؤهلين باش نقوموا بهذه العملية ونرفضوا دفتر التحملات جملة وتفصيلا، إلا أننا في إطار واحد البروتوكول نمضيو مع السلطات فيه المسائل الاحترازية اللي كتحط على التباعد وعلى الوقاية من هذا الوباء وغسل اليدين والنسبة ديال الحمولة داخل الحافلة، نحن مستعدون للقيام بهذه المسألة لا نقاش فيها. أما فاش ندخلوا بمسائل أخرى هي ماشي باختصاصنا ونحن لسنا بسلطة. مطالبات ديالكم اليوم من وزارة النقل؟ مطالبات ديالنا هو العودة واستئناف العمل. لم يكن حوار، هناك قرارات أحادية. احنا اليوم كنأكدوا بأننا مستعدين نستأنفوا العمل ولكن بالطرق التي استأنف بها العمل جميع الشركات وجميع القطاعات بإمضاء واحد البروتوكول يحط على المسائل الاحترازية الوقائية التي أصبحت تفرضها عنا الجائحة.